تصرف مجلس الاستشاري البلدي يضمن فيه فتره زمنيه محدده مدومه، بمعنى ان المجلس الاستشاري من بعد راح يتناوبوا انه مكتب تعطي لهم البلديه، ويتناوبوا اعضاء المجلس الاستشاري باش يريحوا في المكتب ذاك، قال مثلا كل واحد عنده ذاك النهار يجي يريح فيه، يستقبل فيه المواطنين ويسجل اقتراحاتهم. وكاين الزيارات الميدانيه، وكاين المنتدى البلدي هذا اللي يدار في اخر عام، يدعو فيه المجلس الاستشاري المواطنين ويعرض فيه المجلس البلدي الحصيله نتاعو السنويه. دعم البلديه، دعم البلديه يعين امين عام البلديه موظف من صالح البلديه تسند له مهام مرافقه المجلس الاستشاري، يضمن تواصل التنظيم اللوجستي ويحضر الجلسات. الوسائل الماديه، تسهر البلديه على توفير قاعات اجتماعات المجلس الاستشاري البلدي، هذه اللي توفرها البلديه. ومكتب باش يدير المداومه تاعو اللي تحدثنا عليها من قبل، كما تتكلف البلديه في حدود امكانياتها، معناها اللي قادره توفرها من معدات. وكذلك يلتزم اعضاء المجلس مواطنين واعضاء المجلس بالمساهمه عينيا للمجلس الاستشاري، معناها الاعضاء تاع المجلس الاستشاري لازم يساهموا في عينيا حسب كل مقدوره واختصاصه. التكوين ايضا بلديه حسب قدراتها وامكانياتها تقدر تدير تكوينات لفائده اعضاء المجلس الاستشاري. التواصل مع مواطني البلديه، يتواصل مجلس الاستشاري البلدي مع مواطني البلديه لاطلاعهم بنشاطاته ونشاطات لجانه، وذلك عن طريق مجله البلديه في حاله وجودها، الصفحه المخصصه للمجلس، الاذاعه المحليه، الاماكن المخصصه، وبكل وسائل الاعلاميه المتاحه. وفي الاخير لا يمكن في النظام، لا يمكن على الاطلاق وفي اي حال من الاحوال اي عضو من اعضاء المجلس الاستشاري البلدي او هيئاته ان يتواصل باي شكل من الاشكال باسم المجلس وهيئاته مع المواطنين او السلطات العموميه. معناها كي تروح للمجلس الاستشاري ولا المواطنين الاداره ولا المواطنين ماكش رايح تقول انا راني عضو المجلس الاستشاري وجاي هنا، ما عندوش الحق. ايوه. وتسهم هذه للمكتب تاع المجلس الاستشاري اعلام المواطنين. طيب هذه هي فكره عامه على المجلس الاستشاري.